بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي في بعض المشاكل كتيرة اللي بتواجه البيم أو انتشار البيم، منها مثلا حاجات تقنية اللي هي مثلا عدم توافق بين البرامج الناس متعرفش تستخدمها، فبتلاقي الموديل حجمه كبير جدا كذا جيجا، تمام، لأن هو بيحط الفاميلي وما بيشيلهاش فبتاخد مساحة كبيرة. في معوقات إن البيم مش من طلبة العميل. لسه واحد صاحبي بيكلمني من شوية، كان حاضر اجتماع عشان ياخد مشروع بالبيم، فا ايه البيم دوت والعميل مش مقتنع بيه، بيقول طب نجرب كده وبتاع، فبيقول حسيت كده ان هو بيقول اتدعوننا لدين اخر غير دين ابائنا الكاد والحاجات ديت. معوقات تكلفة البرامج وتكلفة التدريب وتكلفة الأجهزة لو أنت هتطور الأجهزة. من ضمن النقط اللي أنا عايز أتكلم فيها هي نقطة واحدة، وهي افتقاد المعايير. مفيش معايير موجودة دقيقة، بمعنى مفيش كود. هي في أكواد كتيرة غير عربية، تمام، مقارب 70 كود، منهم أشهرهم الأمريكي والبريطاني السنغافوري. الدول الاسكندنافية عاملة كتب كويسة جدا، فنلندا، في أستراليا، ففي أكواد كتيرة بس مفيش ولا كود عربي. حتى دبي وسبقت الدول العربية بأنها خلته إجباري لبعض أنواع المباني، المبنى فوق 40 دور، أو لو شركة أجنبية عايز تدخل لازم تعمله بالبيم. بس مفيش كود، مفيش حاجة نقدر نقول لإخواننا أه ده بيم ولا مش بيم. يعني أنا لو خدت موديل أوتوكاد ودخلته 3D ودخلته جوه الريفت وقلت له خد أهو ملف الريفت، تفتحه تلاقي 3D، فتقول أه ده خلاص ده كده موديل بيم، بينما هو في الأخير أو الأخر كيد مش بيم. مفيش أي حاجة، مفيش لغة مشتركة، مفيش معايير مشتركة، مفيش حاجة زي لو احنا قلنا مثلا 6D و7D ايه هما؟ لو واحد واحنا قاعدين في اجتماع قال 20D، ايه 20D؟ نرجع لان كود. يعني مثلا في الحريم مثلا بنلاقي اكواد عربية واكواد في مصر في البتاع، فدي من ضمن الحاجات اللي بتعمل مشكلة. لذلك احنا في بيم عربية بدأنا بخطوات منظمة لعمل كود عربي موحد. احنا مش شغالين على كود لمصر ولا كود لقطر ولا كود الامارات ولا كود للسودان ولا الصومال، كود عربي موحد دول العربية تشتغل عليه. ان شاء الله يبقى مكتوب بالعربي باسلوب حلو فيه كل النقط الكويسه، ونبعتها لكم وقول لنا ايه النقط الناقصه ونظبطه. الكتاب اللي احنا كاتبينه اسمه الطريق للبيم، وده مش هو كود، ده تمهيدا للكود. يعني في بعض الحاجات المفروض ما تبقاش موجوده في الكود، بس احنا حطيناها على اساس لسه الناس كثيره مش عارفه ايه هو البيم فحطيناها. والكتاب بتاع الكود ده المفروض هيبقى منظم بحاجات معينة كده احنا عاملين حسابنا فيها. في قاموس كامل للبيم تقريبا ما يقارب 900 مصطلح بعد الدكتور بير سكر بنترجمها للعربي. اي حاجة بتظهر جديدة في البيم بنترجمها، بحيث ان احنا نوفر بيئة خصبة لمعايير موحدة. في حاجات كتير جدا احنا ممكن فاصلة، يعني كومة، نقعد نتناقش فيها مثلا 3 4 ايام. يعني بنقعد الناس الحمد لله شغالة كويسة في البيم وعندها خبرة في البيم، فممكن نقطة بسيطة نقعد كذا يوم نتناقش فيها. أسماء اسم معين مثلا هيترجم ازاي، بنقعد فيها وقت كتير جدا على أساس إن موضوع المعايير ده كويس مهم جدا لأي صناعة عايزة تقوم، إن يكون في اتفاق على الحاجات على الأكواد. اتفاق مثلا الموديل ده بتاع مين، يعني الموديل لما اتعمل هل هو يرجع للمالك ولا للي عمل الموديل، ولا مين اللي ياخده معاه في جيبه وهو مروح. ف موضوع المعايير ده مهم جدا، ولازم ان شاء الله كلنا نشتغل عليه، ولازم فيدباك لو في اي حاجه مش واضحه تبعتوا لنا وان شاء الله نظبطه لكم. والف شكر على حسن السماع.